إذا هناك تحدي كبير الحقيقة هناك، ولكن دعنا نعود مرة أخرى وأختم معك بهذا السؤال دكتور عبد الرحيم. اليوم تتحدث عن ثلث الشعب الإيراني من أهل السنة، تتحدث عن أعداد كبيرة جدا تترك المذهب الشيعي وتتحول إلى مذاهب أخرى أو يتحولون إلى ملحدين ولا دينيين. هل اقترب الوقت الذي نشهد فيه أغلبية سنية في إيران كما كان من قبل؟ منذ 5 قرون نحن ننتظر هذه الفرصة. التشيع انهزم كما أن الصوفيات انهزم فكريا بالقوة والسلاح. لا يبقى دولة، لا تبقى أي دولة في العالم بالقوة والسلاح فقط. لا إسرائيل ولا إيران ولا الصوفيات السابع. طيب الآن لكن السنة نائمون، المشكلة هنا. نعم، السنة نفسهم نائمون. طيب داخل إيران فهمنا، خارج إيران لماذا؟